صحيح حلو انت وهو؟ زعل ايه يا داليا؟ زعل ايه؟ صباح الفل داليا، انزل يا ابني انت وهو. معلش يا باشا، داليا نجيب بقى افطار وشاي بلبن وداليا. داليا داليا دي السكرتيره. يا عم اقعد ساكت بقى، بلا داليا بلا زفت عليها. يا بتاع داليا انتوا بتعملوا ايه هنا اصلا؟ تعال لي يا اخويا، تعال. مش عايزين هزار بس وكلام. ما بقول العربيه غرزت، قعدنا عشان النهار يطلع ومفيش اي حاجه. دي منطقه سياحيه وممنوع اصلا تخشوا فيها. فتش لي بقى العربيه انت وهو. يا باشا هيفتش ايه يا باشا؟ بشويش رخص العربيه يالا. ما يالا رخص العربيه يالا. اهدى، ممكن نقدر نتكلم مع بعض من بس انت نزل لي ايدك. ممكن نتكلم بهدوء شويه؟ اتفضل نتكلم بهدوء شويه. داليا قلبت. نتكلم بهدوء شويه ولا ايه؟ صباح الصباح داليا قلبت. رخص دي باسم ساره جبريل. ما هي ساره جبريل دي تبقى مراتي يا باشا. تمام، مش مدياك توكيل ولا اي ورق، ولا انت ماشي بالعربيه كده؟ توكيل يا باشا، سعادتك بقول لك مراتي. طب هي فين؟ زي ما حضرتك شايف هي مش موجوده يعني. انت استعبط لي انت وهو. يا عم استعبط ايه؟ بان عليكم ببرشمين وعايزين حد يفوقكم على الصبح. مين برشمين ده؟ احنا ناس محترمه. انت ساكت ولا ناس محترمه على فكره؟ ده انا هطلع. بقول لك ايه اللي بيكلمك ده محامي؟ ده المحامي بتاع داليا. بقول لك ايه؟ هفرجك حامل لقيته حاجه. يالا يا باشا حضرتك ناس محترمين يا باشا، هتلاقي ايه؟ وروح اسمع الاساتذه المحترمين دول على البوكس. مش عايز اسمع كلمه بس انت بالذات يا بتاع داليا. كلمه دول بس في العربيه. يلا طب العربيه يا باشا، في العربيه بس. العربيه يا عم، عيدك يا عم. يا عم جبت لنا البوكس يا فالح. يلا سلام عليكم. صباح الخير يا بابا. صباح النور. صباح الخير يا بابا. عندي احمد. هات يا ماما، هات. خلي بالك الفول سخن. اقعدي استريحي بقى خلاص. لا انا هروح اجيب الاومليت والطعميه سخنه. يا ماما اقعدي يا ماما. يا ابني قوم هات حاجه لامك بدل ما انت قاعد مقنتخ كده. ما اكس انت لسه كنت واقف وبتتكلم معاها، روح انت. ضلوا تعزموا كده لحد ما ينزل الحلو في الاخر. اروح انا ساعتها. لا يا بابا اقعد. ايه المنظر ده؟ يعني يا فاسل انت هتسيب ابوك يقوم يشيل وانت قاعد مقنتخ زي الحوامل؟ وبقى على الصبح. حاضر يا عم اكس اهو. ايوه ايوه اتمختار يا حلوه اتمختار يا عم. بقى عندك محاضرات ايه النهارده؟ مش عارف يا بابا، بس اكيد لما اروح اعرف. ايه لما تروح هتعرف؟ دي مش المفروض تحضر قبليها؟ هتعمل زي عمك طاهر، كان عامل زيك كده. ايه موز والبنات كلها بتجري؟ لا يا فالح، على ايامنا ما كانتش الموزس، كان مكبر دماغه، كان بيعتمد على قاعده التنشين، عشان كده شال ثلاث مواد فخر السنه وقعد جنب الحيط هيعيط. طب يا بابا ده ملوش اي علاقه بيا، انا شلت خمسه وبضحك اهو. طعميه سخنه بالهنا والشفا. هيجي منين الهنا والشفا اذا كان ابنك مش عارف عنده محاضرات ايه النهارده؟ كلمني عن الموزز والكلام الفارغ. بتضحك؟ طب قوم تاني هات العيش من المطبخ. هو ايه اصله ده يا ماما؟ بقى فيه ايه؟ حرام عليك يا احمد. استني انت يا سعاد، قوم يلا عشان انت بتضحك على اخوك الكبير. يلا قوم 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 وريني طولك. يلا يلا. اما بقى قوم وانت حلو كده. بصراحة كده يا بابا انا عايز افضل زي ما انا لحد ما اعدي الجيش. تفضل تسقط كده لحد ما تعدي الجيش؟ اه مش عايز البس جيش. البس ليه يعني؟ سبع ساعات ابن صلاح قاسم مش عايز يخش الجيش. ابو حارب في 67 و73 وهو مش عايز يخش الجيش. اعمل لي زي العيال الصيع اللي ما عندهمش انتماء ولا عندهم وطنية. ما انت برضه ما يرضكش اضيع كل ده من عمري. يعني انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه اساسا؟ ما انت طول عمرك قاعد على القهاوي. هو يا صلاح خلاص خلاص ما حصلش، انا مسامحه خلاص. اقعد يا احمد اقعد. ما يصحش تسيب ابوك قاعد بيفطر وتمشي كده. اقعد كل كمل فطارك. اتفضل يا سيدي هات العيش. ها الف هنا وشفا. عايز حاجه تاني مني قبل ما اقعد اكل؟ ما نستغناش يا ننوس. اتفضل اقعد كل. وعلى الله اشوفك بتضحك تاني. هو ايه اصلا ده؟ حلو الفول ده قوي. فين طيب؟ ورينا مفيش حاجه. خليك في القدام. خير يا ماما. صباح النور يا حبيبي. عامله ايه؟ الحمد لله. هو بابا صحي؟ اه يا حبيبي صحي من بدري. ليه قاعد في السفرة؟ خد له الشاي. هات يا حبيبتي. هات.
صباح الخير يا بابا. صباح الفل. صباح الخير يا حبيبتي. هاي حضرتك. الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. بابا انا عرفت موضوع الفيديو، شفته مع واحد زميلي في الكليه، ورحت كمان لطارق المكتب وعرفت موضوع النيابه. تفتكر يا بابا كفايه كده ولا ايه؟ محمد، ادي الله ودي حكمته، هنعمل ايه يعني؟ لا نعمل يا بابا نعمل. احنا ممكن نكلم اللي اسمه شريف دوت نقوله يبعد عننا، مش كفايه ان هم اللي عملوا كده في احمد اخويا الله يرحمه؟ حطي صوتك، امك ما تعرفش. انا عارف يا ابني ان الموقف صعب، وانا بتعذب زيك بالظبط. متصورش لما بني ادم يشوف حته منه بتتقطع بتموت قدام عينيه وهو مش قادر يعمل حاجه. لا نقدر نعمل يا بابا نقدر. انا ممكن اروح للي اسمه الشريف دوت، اولع له في عربيته، احرق له بيته، اعمل له اي حاجه. لا 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 يا محمد، ارجوك ارجوك حبيبي، احنا مش بلطجيه ولا عصبجيه، هنروح نقف للناس. وبعدين ما تنساش امك ملهاش غيرك دلوقتي. محمد وعدني انك ما تعملش حاجه لو سمحت. ما اقدرش اوعدك يا بابا، ما اقدرش. بعد اذنك. طول عمري بكتب وانا مش عارف بكتب لمين. مع اول سطر في حياتي وانا بسأل نفسي مين هيقرا الكلام ده؟ ليلى، صحابي، محمد اخويا، مش عارف مين. كل واحد فينا جواه كويس والوحش، المهم نعرف الفرق بين الاتنين في الوقت الصح. هو انت بتكتب ايه؟ ابدا، شويه حسابات للكام. هو انا ليه بحس انك كذاب؟ بتمثل انك مبسوط، مش فارقه معاك اي حاجه، بس انت زعلان وزعلان قوي كمان. هو انت زعلان من ايه؟ زعلان من نفسي يا فرح. وانا صغير ما خدتش بالي من حاجات كتير غلط كانت بتحصل حواليا، وعمري ما حاولت اغيرها، بالعكس ده انا اتخذت فيها وخدت ناس معايا كمان. ودلوقتي وانا قاعد مع نفسي حسيت اني زي ما بتقولي بالظبط، كدبه كبيره. تعرف انا بحس انك زي اخوي. انا عملت حاجه غلط مع ليلى؟ لا، بالنسبه لك انت ما عملتيش حاجه غلط، لانك ما تعرفيش الغلط من الصح اساسا. يعني ايه؟ يعني ما تعلمتيش الفرق بينهم، وانا ما بلومش عليكي في حاجه، انت كده. انت عارف واحنا صغيرين انا كنت معجبه بيك، بس برضو كنت متاكده انك عمرك ما تفكر فيا. لا يا فرح، انت ما كنتش معجبه بيا، انت كنت معجبه بيكس، الصوره اللي في خيالك وفي خيال كل الناس. بس لو عرفتيني على حياتي مش ممكن هتفكري كده. بس انا خلاص قررت اكون بني ادم طبيعي زي كل الناس. امال انت ايه بقى؟ تقدري تقولي حكايه مش حقيقيه. عارفه الجوكر بتاع الكوتشين اللي بتتبسطي قوي اول ما تلاقيه معاكي وكل الناس بتحسدك اول ما يجيلك؟ بس للاسف عمره ما بيوصل في الاخر. انت بتحب ليلى مش كده؟ طب ما تتجوز. اتجوز ايه بس؟ يا بنتي ده انا عمري ما عرفت حد غير ويا اما اتأذى بسببي يا اما انا اللي اتأذيت بسببه. هي دي المشكلة. مفيش حد عرفته الا ويا اما اتأذى بسببي او انا اتأذيت بسببه. رشاد باشا طالب معاليك في مكتبه يا فندم. ماشي يا مروان. كريم جورج، مخرج. طارق الشمالي، محامي. اتفضل يا استاذ طارق. اتفضل يا استاذ كريم. استاذ طارق، انت راجل محامي وفاهم القانون كويس. وجودك انت والاستاذ كريم في مكان زي ده
وفي توقيت زي ده محتاج تفسير. يا ريت اعرف من فضلكم انتوا بتعملوا ايه هناك؟ ما بنعملش اي حاجه، كنا سايقين العربيه تهنا غرزنا عادي يعني مفيش حاجه. تهت ازاي يا راجل؟ ده انتوا مشيتوا 5 كيلو واحد سقارة. وبعدين بامانه كده ايه اللي مشاكل في الصحراء؟ انتوا كنتوا ناويين تروحوا اسكندريه يعني ولا؟ يا فندم ولا اسكندريه ولا حاجه. حضرتك احنا كنا ماشيين وتهنا زي ما طارق بيقول لحضرتك. وبعد كده لقينا عربيه نقل سالناها نطلع على الهرم ازاي؟ قال لك امشي ورانا. مشينا وراه العربيه بتاعتنا غرزت وهو كمل على طول وسابنا ومشي. حاولنا نتصل باي حد لكن المنطقه ما فيهاش اي شبكات، بس هي دي كل الحكايه. طيب انا همشيكم دلوقتي ويا ريت من فضلكم ما يكررش ده تاني. اتفضل. شكرا. يعني امك ما لقتش غير الواد العيل ده وتتجوزه؟ وعرفي برضه يا حاج. الظاهر ان العرق مكمل. وانت شاكك بقى ان الواد ده له دعوه بصاحبك اللي اتقتل وتهمينك فيه؟ لا مش شاكك يا حاج. انا متاكد 100%. وناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هدخل السلمعمعه بتاع جوز امي دي واعرف بيعمل ايه بالظبط. بس المشكله بقى ان عمه في مجلس الشعب وليه علاقات تقيله قوي بالناس في البلد. لا يا ابني مالكش دعوه بالناس دي ولا بستتها، دي سكه خطره قوي. تعال اقعد اشتغل هنا مع اخواتك وابوك. اخواتي يا حاج بس؟ اخواتي ايه؟ ما انت عارف ان هم ما بيحبونيش. على الارض دي انا عشت احلم بيها. واحمد قاسم عاش ومات عشانها برضه. بعدين انت مش قلت لي ما تجيش على حق حد يا حاج. مع اني كده لحق نفسي قبل كده. بس خلاص بقى، جه الوقت اني اعمل حاجه كويسه مره واحده في حياتي. هتساعدني وتقف في ظهري ولا يا حاج؟ طبعا يا ابني. وفي اب يتخلى عن ابنه؟ ولو عايز حته تتوه فيها مفيش امل من هنا. مفيش جنس مخلوق هيوصل لك. ماشي يا حاج. عاجبك المطرح؟ تمام يا حاج. هتيجي من امتى البيت هنا؟ اروح مشوار بس يا حاج وياك. ما تعوقش عليا. ماشي يا حاج. هتجيب حد معاك؟ هنشوف يا حاج. طيب، السلام. يا طارق، طلع العفشة دي فوق يا لك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أخبار قضية سقارة إيه؟ طلبت ضبط الأحضار لمحمد رجب يا فندم. يا باشا. تفتكر شغلنا ده في خط احمر ولا لا؟ خط احمر ازاي؟ القضيه تقف لاي سبب؟ لا 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 مش لاي سبب. خط احمر يا استاذ معناه امن البلد. احنا في قضايا كتير بنقف عندها ما بنعرفش نكملها، عشان لو كملناها هنضر ناس تانيه معانا. تقصد عبد الفتاح رجب؟ وانا لو كملت ورا الواد ده صوره الحزب والدوله هتتهز، مش كده؟ انت بتسالني بقى عشان تحرجني ولا بتسالني عشان تتاكد؟ انا عمري ما حسيت بالضعف ده. لا انا مش ضعيف، مش ضعيف. اولا ده مش ضعف، دي تضحيه. هضحي في صالح شيء بضحي عشانه، مش هضحي في مصلحه محمد رجب ولا اللي زيه. شريف انت عارفني كويس، انا لا يمكن اعمل حاجه غير في مصلحه البلد. بقول لك ايه، خليك ورا احمد قاسم، اعرف مين بيتصل بيه، عايز اعرف مين اللي كان بيودي له المخدرات. اما عيله عبد الفتاح رجب ابعد عنها خالص. كلام واضح؟ تحت امرك يا باشا. طمني حاجه ثانيه. اتفضل. شبه شاكير. يعني شبه ريكي ماركت. امشي امشي، مش انت خالص. هروح لشيري صاحبتي اتكلم معاها. فين شيري؟ بعت الفيديو. فيديو ايه؟ ايه ده؟ يا ساتر يا رب، ده 12 ازاي كده اهو؟ أنا مش فاهم أنت قلقان ليه يا محمود؟ اهدى شوية، مش كده. الله، يا راجل ما تعملش في نفسك كده يحصل لك حاجة. لا هقابلك هناك، هقابلك في النيابة، أنا في الطريق دلوقتي. يا سيدي هقابلك قبل ما ندخل وكله هيبقى تمام، ما تخافش. اهدى بس أنت. ماشي. يلا سلام. سلام حبيبي، مع السلامة. على مهلك يا ابني، ما تموتناش. خير يا أمر، ممكن أشوفها؟ تفضل محمود.
احنا طلعنا من عمليه صعبه جدا. ارجوك مش عايزك تتخض. طيب. فرح فرح أوعدك يا فرح، أوعدك والله حتى من كل اللي عملوا فيك كده واحد واحد انت عارف ان سوكي جالها عرض انها تشتغل في جريده الشروق؟ فعلا؟ هي فوق تكتب من زمان فعلا. هي تستاهل كل خير. تستاهل كل خير؟ ايه الجو ده يا كريم؟ مالك فيه؟ ماليش، زي الفل قدامك اهو. كريم ممكن تقول لي انت وسوكي قلبتوا على بعض ليه؟ يا ستي ولا قلبنا على بعض ولا حاجه. بمنتهى البساطة أنا وسارة اتكلمنا بس. إيه يا كريم؟ دي البنت الصغيرة اللي أنا حكيت لك على مشكلتها، طفلة يعني مش فاهمة حاجة. واللي مش فاهمة حاجة دي بترسمك أنت وأبوها ماسكين إيدين بعض ليه؟ بقول لك طفلة، طفلة مش فاهمة حاجة. والحبوب دي بيش؟ لا بحبك. مش عايز تخلفي مني ليه؟ مش عايز تخلفي مني ليه؟ مش عايز اخلف، انا حرة. مفيش حاجة اسمها انا حرة. انا حرة دي لما تكوني بتدقي فستان عشان تنزلي بيه، انما حياتكم مع بعض شركة، كل قرار ناخده مع بعض، شريكة حياتي وشريك حياتك، فاهمة ولا لا؟ حياتنا خلاص بقت شركة. ما تحوريش يا سارة، متحوريش عليا وتستعبطي. انتي فاهمه كلامي كويس. شركه يعني احنا الاثنين اخترنا بعض، احنا الاثنين بنحب بعض واتفقنا على كده ووافقنا على كده، واي قرار بناخده مع بعض. فاهمه؟ مش عايزه اخلف في البلد دي. انت مش شايف حواليك؟ مش شايف البلد ضلمه ازاي؟ ضلمه ايه؟ ضلمه ايه اللي عايشه احسن عيشه؟ عايشه في فيلا وراكبه احسن عربيه وجوزك بيشتغل احسن شغلانه ومش عايزه تخلفي؟ أما الناس اللي عايشين في عشش وبيخلفوا بالستة وبالسبعة دول يقولوا إيه؟ أنت اللي عايش أحسن عيشة، شايف الدنيا من بره، أنت عاجباك البلد دي عشان أنت ما شفتهاش غير كده. طبعًا حياتك بالنسبة لك الإعلانات اللي أنت بتعملها، صورة حلوة أوي، ألوان تجنن، لكن هي الحقيقة مش كده، الحقيقة إنها ضلمة أوي. الحقيقة إنك أنانية. الحقيقة إنك مجنونة. الحقيقة إنك مش فاهمة حاجة وفاكرة نفسك فاهمة كل حاجة. أنا مش مجنونة، أنا بقول لك الحقيقة. الحقيقة اللي موجودة في كلامي اللي أنت بتقولي نزليه في الجرايد. لو كنت فكرت مرة تقراه كويس يمكن كنت فهمت أنا بتكلم في إيه، على الأقل كنت عرفتني أنا. كفاية اللي عرفته. أنا بقول لك سارة عندها حق، بس أنا كمان عندي حق. فاهمة قصدك، بس عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل حاجة عمري ما اقتنعت بيها، كنت بتريق على اصحابي لما كانوا بيقولوها لي زمان. عايز اخد بريك. لازم انا وسارة ناخد بريك من بعض، لازم نبعد عن بعض عشان كل واحد يعرف يفكر بعيد عن التاني. فاهمة قصدي؟ فاهمة قصدك يا كريم، بس خلي بالك من حاجة، موت قاسم مأثر علينا كلنا، ملخبطنا بما فيهم سارة. المشكلة مش في موت قاسم يا لالا، المشكلة إن أنا أبقى عايش مع واحد 15 سنة وبعد ما يموت أكتشف إن أنا معرفوش، وأنا خايف ده يحصل لي مع سارة.
بعد السنين دي كلها اكتشف ان انا عايش مع واحده ما اعرفهاش وما تعرفنيش. انا اسفه يا كريم، ما ينفعش تبني قراراتك على احتمالات. الحقيقه ما بنيتش اصلا. ايه الحقيقه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انا بشتغل في الاعلانات من وانا عندي 10 سنين. جزء من شغلي ان انا اكذب على الناس، كيس مسحوق الغسيل يبقى قد كده واقنعهم ان هو قد كده، شوكولاته يبقى طعمها يقرف واقنعهم ان هي احلى شوكولاته في العالم. جزء من شغلي ببيع للناس، فعشان كده ما بقتش بصدق اي حد بسهوله، ما بقتش بقتنع. انا هقف في صف ساره، انت محتاج تغير شغلانتك وبسرعه. عندك حق. انت عارف طبعا ان انا سايبك تشرب سجاير هنا عشان تهضم، بس لازم تبطل سجاير. مش اليومين دول خالص، وعامه انا سبت السيجاره هي عشان لو مضايقاكي وانا شخصيا همشي. متشكرين على عزومك. باي باي. سلام. اتفضل يا سيدي، ده تقرير لجنه فحص الفيديو. تمام كده بقى، مش ناقصنا غير تقرير الطب الشرعي. سياده النائب امر بعاده تشريح الجثه، ده هيحصل خلال يومين. اهم حاجه عايزين التوكيل من ابوه. يا باشا ده انت تؤمرني. يا سلام، انت جيت في جمل يعني. اتفضل يا باشا. أنا هقدم التوكيل وأرفع طلب للطب الشرعي، وبكرة نكلم الداخلية عشان نسمع أقوال الضباط المتهمين في الفيديوين. والحمد لله، ده أنا كنت قلقان جدا من الموضوع ده. أنا مش عايزك تقلق يا طارق، القانون في صف الجميع، حتى ولو كان متهم في الأساس. مفيش حد يستحق يموت بالشكل ده من غير ما يستحق تحقيق. ده البلد لسه فيها أمل أهو. أوعى يا طارق، أوعى يكون عندك شك في كده، ده أنت محامي. والله يعني هو يعني إن شاء الله خير يا فندم، إن شاء الله خير. إلا قول لي أخبار قضية السنهوري إيه؟ اللي أنا واقف لي فيها. وطي صوتك عشان ده هو هنا دلوقتي. هنا؟ مع محمود الترابيلي. الترابيلي اه. تمام. الأرض دي سعادتك بعتها لأحمد قاسم وحسام المصري. إمتى يا محمود بيه؟ أنا ما عنديش فكرة عن موضوع البيع ده خالص. إزاي؟ العقود أهي قدامي كلها. أنهي عقود؟ مش دي قبضة حضرتك على عقود بيع الأرض لأحمد قاسم وحسام المصري؟ دي مش قبضتي. أنا يستحيل أبيع الأرض دي لأي حد لسبب بسيط جدا، لأنها مش ملكي، مش بإسمي. الأرض دي بإسم فرح بنتي. تقصد حضرتك ان العقود دي مزورة؟ طبعا مزورة. هو معقول ابيع حتة ارض تمنها اكتر من 5 مليون جنيه لشوية عيال عايزين يدفعوا فيها 200 ولا 300 ألف اللي مكتوبين في الورق ده؟ محمود بيه، حضرتك عارف ان فرح متهمة اولى في قضية المخدرات. ايوه على حد علمي. فرح كانت راكبة ورا احمد قاسم ساعة الحادثة. حضرتك اشتريت الأرض دي من وزارة الإسكان، مظبوط؟ أيوه. أنا كنت قدمت لوزارة الإسكان عشان كانت عرضها في مزاد، عشان كان في قضية قديمة كان حصل فيها رشوة. القضية القديمة دي سعادتك تبقى بتاعة المهندس صلاح قاسم، والد أحمد قاسم اللي فرح بنت سعادتك كانت راكبة وراه. أنا معرفش علاقة فرح بأحمد قاسم، ولا أعرف إن والده طرف في موضوع قضية الأرض. اللي أعرفه قلته، الشباب دول مزورين. أبو حميد توحشني أوي، أنا آسف إني مقصر معاك، وبقينا بنتقابل كل فين وفين، بس أنا عارفك، أنت عايز تقرأ الكلام في ورقة، أحسن ما تسمعه من حد، فقلت أكتب لك جواب أحسن. أنا دلوقتي حالاً قاعد قدام البحر يا محمد، بس البحر هنا فاضي، مفيهوش حد، مش زي البحر اللي أبوك كان بيفسحنا فيه، العجمي واسكندرية، مليان ناس وزحمة، وتحسه ناقص ينطق ويغني. هنا الدنيا ساكتة بس بتفكرني بأيام فاتت، بتفكرني بالبيت، كنا كلنا لسه بنحلم.
عمري بكتب وانا مش عارف بكتب لمين. مع اول سطر في حياتي وانا بسال نفسي مين هيقرا الكلام ده. اتفضل. برضو قاعد لوحدك كده مش عايز تروح؟ افكر في كلام رشاد بيه. يا شريف ده مش كلام رشاد، ده كلام من فوق، يعني فوق رشاد وفوقينا كلنا. وبعدين يا حسن هنسيب العيال دي تمشي؟ هنسيب احمد قاسم يلبسها لوحده؟ شريف الموضوع مش احمد قاسم، انت واخد القضيه دي عشان خالد نشأت مش اي حاجه تانية، وكل همك في حياتك انك تربط الاثنين ببعض، احمد قاسم وخالد نشأت. حلو، انا مش هسيب ده لمراتي. طب خد دول. ايه ده؟ دي بقيه الحاجات اللي طلعناها من الكمبيوتر بتاع فرح الترابيلي، جبت لك كل حاجه حتى الفيسبوك بتاعها. في حاجه مهمه؟ قول كده بقى، عايز نوفر عليك السهرة وخلاص. ماشي. اتفضل يا سيدي. دي مسج من فرح الترابيلي لأحمد باشا قاسم. بتقول له أخوك شبهك قوي. ده حتى ما بيتكلمش كتير زيك. يعني محمد قاسم يعرف فرح الترابيلي؟ أي خدمة. يعني لبست انا الموضوع كده؟ ايه ده بس يا حسام، لا لبست موضوع ولا حاجه. وبعدين ما انت عارف من الاول عقود التخصيص معموله علشان تشتغلوا مش علشان تاخدوا الارض. كام براح؟ عارف يعني ايه كام براح؟ ادي الكام. ممكن تقعدوا ليه ما تخلنيش؟ حاضر يا سيدي، اديني قعدت اهو. المهم دلوقتي انك خرجت من النيابه والقضيه انا متوليها. نقعد هادين اليومين دول ونعديهم على خير. مفيش حاجة هتعدي على خير غير لما أقابله وأتكلم معاه، أنت فاهم؟ فرح تعبان يا حسام، لازم تعذره. يا سيدي أنا مالي؟ هي كانت راكبة وراه موتوسيكل، كانت راكبة وراه أحمد قاسم، هو لو وقعها أنا ماليش دعوة. يعني مش فاهم أنت بتزعق ليه؟ أنت هتعملي فيها زعيم. ما هو لو ما كانش كلم أحمد قاسم وتعصب عليه عشان يرجع بنته ما كانش حصل كل ده من الأول. يا سلام. وافرض البوليس كان كبس وأحمد قاسم موجود، ما البت كانت هتتشد معاه. بس كانت هتبقى عايشة. طب ادعي. ادعي يا حسام إنها تعيش. أحسن لو ماتت أبوها هياكلك صاحي. يا سيدي بقى ياكلني صاحي ياكلني ميت، أنا عايز أقابله وأتكلم معاه. يوه محمود مش هيقابلك يا حسام. ماشي أنا هعرف أوصله إزاي. اللي قول يا حسام، أنت كنت تعرف إن فرح حامل؟ إيه؟ حامل؟ أنت طلعت ما تعرفش. يبقى أنت طلعت قرطاس. بيقرطسوك يا حسام. أحمد قاسم يقرطسك في بودرة والبت تهرب تروح وراه لا 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 لا. تصدق إنك صعبت عليا. الله إيه يا حسام؟ مستعجل على إيه؟ طب ناكل عنب. تبت فيها. واخبار الاوتيلات ايه؟ اوتيلات حلوه بس انا معيش فلوس. خلصت. مفيش فلوس؟ طيب ما دام مفيش فلوس يبقى اروح للقناوي بدفع حضنه. والنبي عم ترى مش ناقص شماته. بقول لك ايه، انت جاي تخلي معايا في بيتي ولا ايه؟ يا بتخلص هتنايمني عندك ولا اروح انام في الشارع؟ لا خلاص يا عم، انا هقول لك لا يعني برضو. اتفضل. يا داليا. داليا ايه؟ داليا دي شغاله عندك؟ واحده بتشتغل وبتروح. طب على الشباب خش اعمل لي قهوه. قهوه؟ خش خش يا ابو قهوه خش. هتقوم يا ابني تعملي لي قهوه. استنى يا ابو قهوه انت. موضوع مش موضوع انك مش لاقي مكان تبات فيه، ما انت لو عايز تبات هنا هتكسر الباب على اللي فيه وهتخش تنام مش هقول لك اي حاجه. ما هو بيتك. انما في حاجه تانيه مش مظبوطه. مالك يا حس؟ في ايه؟ الكام بيروح مني يا طارق؟ محمود طرابيلي اعترف في النيابه ان الارض باسم فرح. يعني كل حاجه راحت. ارض راحت وفلوس راحت. حتى احمد قاسم. ده مشاكله وراح حاضر هو كمان.
مفيش حق بيروح حضر. افهم. افهم ايه بس؟ انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. مش انا معلم، انا وكريم رحنا الصحراء ورا الواد مودي، لان بيقابل واحد من التقال وبيديله فلوس، وكان معاه فوزي بحبوح. بحبوح ده البلطجي بتاع الهرم؟ بالظبط. بس دلوقتي بقى ما تقولش عليه بلطجي، تقول عليه شيخ منصر. انا مش عارف الواد قاسم كان بيقابل الناس دي ليه. انت جدع يا ولد طارق، وانا زعلتك كتير. زعلتك في موضوع فرح، زعلتك اني بعمل حاجات كتير قوي من وراك ما بقولكش. ما زعلتش مني يا صاحبي. يا عم مفيش حاجه يا عم، هو في حد يزعل من صاحبه وحبيبه؟ يعني مفيش حاجه. اما موضوع فرح ده يعني، ما انت عارف يعني الموضوع عادي جدا، احنا كنا عيال صغيره ساعتها وبعدين الان انت مالكش غيري. افهم بقى، مالكش غيري. ده العشم يا صاحبي، بس عايزك تفهم حاجه، انا مش وحش سيب الناس ماشيين يقولوا عليا. يعني انت مش وحش بس يعني نادل شويه كده. طب قوم يا اعمل لي. ماشي ماشي ماشي. يا جيمي عامل ايه يا معلم؟ لا يا عم ولا غطسان ولا حاجه، انا موجود، انا قاعد في البيت. اعلان ايه؟ طب انا هروح الوكاله بكره وافهم الموضوع من ابويا. ماشي. بتقول ايه؟ مودي؟ اه طيب فل تمام، كتر خيرك يا معلم، انا بكره هجيب لك الفلوس كده كده. طيب يلا سلام. سلام. احنا ليه كل لما بنكبر بتوحشنا روحنا واحنا صغيرين؟ ايه اللي بيتغير فينا فجأة يخلينا بالقسوة دي؟ الناس هي اللي بتعمل فينا كده، كل ما بنخبط في بعض اكتر كل ما بتزيد القسوة جوانا. يا استاذ جابر مساء النور. لسه وصل البيت حالا. لا ما اظنش عندي مواعيد بكره. وانا قلت لحضرتك قبل كده انا مش شايفه اي سبب ان انا اقابل شوقي حسين ده تاني. حاضر يا استاذ جابر، حاضر. ماشي طيب، مع السلامه. هاي سوكي، وحشتيني النهارده. عامله ايه؟ الحمد لله. كتبت لنا ايه؟ لا لسه مفيش حاجه. لسه مفيش حاجه؟ شويه كده. طب الاكل قدامك قد ايه؟ انا جعانه. بصي وانا طبخت اه، بس انا حاسه ان انا مش جعانه، انا عايزه اخرج دلوقتي. عايزه اركب الموتوسيكل، عايزه احس كده ان انا طايره. ايه الشقاوه دي يا بنت؟ عشان خاطر. ماشي حاضر، بس لو قلت لي ماشيه بسرعه واركني والجو العيال ده انا ماليش فيه. ها طب غيري بدل ما تلمي علينا الشارع. ماشي بسرعه.